تسألك أنا كمان عندي محضر مجموعة من الأسئلة، اللي تحب ما تجاوبش عليه ما تجاوبش، مسج سميلك مجموعة من المناشطين تعطيني كل واحد فيهم رأيك فيه. رأيك شنو؟ شو تحبني؟ رأيك كإعلامي، رأيك في المادة، في المادة اللي قدم فيها بيان سور، كان أنت ما تحكمش الكل يحكم. ليه ما نجمش أحكم؟ خاطر أنا دون سارتين فاسون كونكورون لي، دونك مانيش التحليل مش موضوعي. أنا برا برك نبداو رازي قنزوعي. رازي مش كيف كيف، خاطر رازي قاعدين نخدموا فرد فرد فريق، دونك انا رازي معناها نحترمه، خاطر هو بريتو اللي رجعني شويه في الحد الرياضي، معناها هو زاد الكلنا رابحين بيسير، مش يساود عيني، هو عيط لي في الحد الرياضي. ما رازي عنده قدره ديما على لم الخلافات صلب الفريق، اللي هي حاجه ماهيش سهله، تاقلم كما يلزم معناها مع مع في الإذاعة في الجو بتاع التلفزه في التلفزه الوطنيه. دونك ليلي علاقتنا ساعات هكا، حتى كي هكا ينزل عليه ولا ننزل عليه في اللونتين، نروحوا ديما كرهبنا ديما مقاريه بعض بعضنا ونسلكوها على العموم. معز بن غربي، لا تعليق لا علاقه. مقدم بالمكشوف، شكل كنزه ما تبعوش بصراحه، ما نعرف، ما نتفرج فيها، ما عنديش فكره. باهي، مقدم التاسعه فوت عادل بوهلال. والله بون، هي التاسعه خذت حقوق البث، دونك عندها برنامج يشبه برشا اللي كنا عملناه وقت انا كنت في التاسعه. يظهر لي خدموا برشا على كونسلتون، معناها جابوا تقريبا ممثل على كل فريق. قاعدين يخدموا في خدمه محترمه على العموم، ما عنديش شو نقول حاجه. صاحبي بكر سبورت ونست، يذولي تفرجت مره ولا اثنين، وخاطر يذولي تهجم برشا على حد رياضي وقتها هو، دونك ديكو ولي تفرجت. هو تهجم على الناس الكل. يبدو لي انا راهو برنامج يكون فيه مبالغه في كل شيء، عموما نصنفه ما نتفرج فيه، دونك ما عندي ما نقول عليه بصراحه. ربي يهديه، ما مرق معناها. قال كلام، قلت لك في برنامج لحد رياضي استعمل هالكلام تاع التبييض كله، ولو خرجني منه معناها. قال لي بار مراد صغيري وما عرف شنو، هذيك تفرجت فيها، خاطر برشا قالوا لي تفرج راهو سميت. ماهيش البرامج الرياضيه اللي انا يعني اسمع، كنت عندي شويه وقت. دابور نسمع برشا راديو، دونك نسمعكم انتوما، نسمع يفهم، نسمع، وحتى في تلزا كان عندي شويه وقت، تلمو عندي حاجات تفرج فيهم، او شويه فرنسا، او شويه ايطاليا، او شويه اسبانيا، او شويه الخليج. كو فرانشمون في تلفزة ما نتفرجش. بين مكملك اسم الاخير وليد، ما قوني في الاجوبه الدبلوماسيه، ما خذيت منك شيء اليوم. وليد كريفيل زيتونا سبور، لا هذا فريمون ما نعرفوش، لا فريمون ما نعرفوش. باش زملائك ثلاثة أسماء عملوا دي باساج هكا صغار وما عادش. نبدا مع صديقك في الراف ماك، رفيق بوشناق. لا رفيق سان جرون بروفيسيونيل فرانشمون، معناها نقولها بصراحه. خاطر صاحبك تحكي، لا 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 والله، لا دبر رفيق تحكي تحكي اذاعيا ولا تلفزيا؟ اذا تلفزيا. تلفزيا عاش تجربه صعيبه ودخل في ظروف صعيبه، انا نعتبره انه على العموم ما قصرش في الخدمه اللي خدمها، بعد ما يتتوش فرصه باش يعاود سيزون ثاني. هذه المشكله في تونس، هو راهو ديما في السيزون الثانيه والثالثه. بار كونتر اذاعيا سي ان تري غران بروفيسيونيل فريمون، هذا نقوله. ما هاك تشوف، مانيش نقول فيها على العباد الكل. بصراحة أنا بيدي معناها نجم نقول أنه قاعد تعلم منه في حاجات في الإذاعة، دونك لا شوف أصعب حاجة راهي الدوام. الدوام كي تعمل خمسة سنين نفس الكونسيبت اللي هو رف ماك وينجح، ونجح في إكسبريس، لا بالطبيعة فهمت، وينجح كيف ما وسيم الصباح ونية، أصعب حاجة هي أنك مش تعمل سيزون سنين وثلاثة وأربعة، وقتها وين فريمون تكون الرأي العام. تحية لرفيق بوشنيق. حيدر الشيرني عمل دي باساج، هذا خدم معاك. حيدر والله حيدر نحبه إنسانيا، ما نحترمه إنسانيا وحتى مهنيا سي ان بون بروفيسيونيل. حيدر جاء في بيريود صعيبة، وقتها صارت العركة بين معز بن الغربية وسليم ريحي، ومن بعد هو بيدو لعدة أسباب ولت عوضته 2014. بعد عمل تجربة في التاسعة، معتبرها تجربة محترمة على العموم. يلزمو يستغل أكثر الكوتي بوغوس نتاعو، وديما أما يقعد زاد البعد الصحفي كاس عنده فتيتر ليكيليبر هذاك يلزمو يلقاه. مهدي عبيد، مهدي بوم احنا ما خدمتش، ما تعاملتش برشا معاه مهدي عبيد. اما يظهر لي
شفته خدم حاجه في تونس. عامل في ام تونيزي. ما تفرجش برشا ما يظهر لي اذاعيا اذاعيا به، وان بليس يظهر لي لي بوليفالون خاطر خدم حتى خارج معناها ما خدمش في السبور بركه، دونك لا عنده تكاليف.